الانتر خلاص احنا كاس العالم بقت كل 4 سنوات، هل الانتر كونتيننتال هتبقى سنويه؟ لا لا ما اظنش، انا اشك انها هتبقى تعمل، انا يعني اشك ان هتبقى دي اخر نسخه في رايي، انا ما اعرفش ما عنديش معلومه. ولا تكون اول نسخه؟ لا متهيألي هتبقى، لان هم دي اللي بدل كاس العالم الانديه، وبعد كده كاس العالم هيبقى كل ده اللي انا كنت قريت مره ان هم استحدثوا زملائنا برضه في الاعداد يتاكدوا، لانه الناس اتعودت يا خالد انها كل سنه تشوف الاهلي. بس اقول لك حاجه، هو كان حتى دايما بيقول، يعني حتى لما كان عامل لنا برزنتيشن هو بيقول لك ايه، ان النسخه القديمه بتاعت كاس العالم الانديه نسخه مش فير خالص، ما فيهاش عدل، انك انت تطلع احنا ونلاعب اوروبا وامريكا الجنوبيه يطلعوا على السيمي فاينال على طول، ما فيش نوع من العدل حتى يعني. المره دي مطلع ريال مدريد على الفاينال على طول بالظبط. نعم. في رايي ما اعرفش، انا يمكن انت عندك معلومه، انا ما سالتش هذا الموضوع، لا ما عنديش، انا كنت قريت اجتهادات، لكن يعني لكن ما اقدرش اقول لك معلومه مؤكده يعني. خالص يعني ان شاء الله. ما بس انت تفضل انه يبقى كل 4 سنوات؟ اه طبعا تفضل انها طبعًا تبقى طبعًا. كل 4 سنين قيمه كبيره، وبعدين انت خلي بالك كل 4 سنوات ولازم الجوائز بتاعتها تبقى كبيره. يعني ده اللي انا اتمناه يعني. طبعًا. انت النهارده لما بتجيب جوائز كبيره طبعًا. بتدي لينا احنا اكيد طبعًا. اكيد طبعًا. اكيد النادي الاهلي هيبقى عايز يدعم فرقته ديفنتلي يعني. فانت هتبقى محتاج فلوس، محتاج دولارات. وعلى فكره يا كابتن احمد، انا من هذا بعد اذنك يعني من هذا المنبر انا لازم بوجه حاجه لصديقي وزميلي في يوم كان يعني كنا زملاء في المدرسه، الاستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. محافظ البنك المركزي. نعم. يعني ارجو النهارده النادي الاهلي بيمثل مصر في محفل عالمي، ارجو ان هو يدبر لنا، احنا مش عايزين دولارات ببلاش، احنا عايزين نروح البنك ويدبر لنا دولار ادفع له مصري ويديني دولار، لان دي مشكله رئيسيه. فانا بوجه من خلال هذا المنبر وللصديق العزيز حسن عبد الله ان هو لازم يفكر، النهارده النادي الاهلي بيمثل مصر، لازم النهارده انا مش عايز اتكلم ده عشان البطوله، بتتكلم ده بشكل عام بشكل عام وعشان الالتزامات البطوله اللي عندك. لا انا بتكلم على البطوله، انت عندك نعم. التزامات نعم. انا النهارده ازاي بتوفر دولارات يا كابتن كابتن شوبير؟ انا عندي مشكله كبيره في توفير العمله. انت النهارده لما بتصرف 1,400,000 دولار كل شهر و2 مليون دولار لو ربنا كرمنا وبنكسب، الناس دي مش بتاخد مكافآت لو نعم. بتكسب كذا الفرق دي. 1,400,000 دولار ده قيمة الرواتب اللي عليك شهرياً، سواء لعيبة أو سواء مدربين. نعم. مش بس كورة لكن نشاط نعم. رياضي كمان. نعم. أنا بطلب يعني على الأقل العقود نحترمها وفي نفس الوقت يدونا. ده أنا نعم. ده أنا عشان أطلع بطولة أفريقيا يا كابتن شوبير بتاعت الهاندبول في تنزانيا. نعم. كلمت معالي الوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، قلت له يا دكتور أنا محتاج 80,000 دولار عايز البنك يوفرهم. نعم. قال لي حاضر عينيا، ابعت لي جواب. ولغاية النهاردة ما خدتش 80,000 دولار، ما وفرهمليش، واضطريت إن أنا بجيب من، خلي بالك أنا عشان أقدر أجيب دولار أنا بستلف على حاجات جاية لي. يعني أنت النهاردة إنك أنت تورد العملة الدولار، إنك أنت تجيب دولار ومش قادر البنك تجيب، ما بتوفرلكش. لازم البنوك توفر كل المكافآت اللي بتجيلك بالدولار، مش بتجيلك من خلال البنك؟ ايوه بتجيلي من خلال الفيفا او بتجيلي نعم. من خلال افريقيا، لكن في الاخر ما بتكفينيش. انت بتعمل ما بتكفيش. انت محتاج على الاقل 20 مليون دولار في السنه. هتجيبهم منين؟ نعم. على الاقل هتجيب، وانت النهارده المداخل بتاعتك بتجيب لك 20 مليون دولار في السنه؟ لا مستحيل. عشان كده لازم الرعايه بتاعت النادي الاهلي الاربع سنين الجايين بعد ما تخلص دي لازم تبقى بالدولار. مش كلها لازم. مش كلها اكيد لازم تتجه منها. لا لا يا كابتن، ما هو لو الدوله انت النهارده دلوقتي بتتجه ان الرعايات عندك تبقى بالدولار 100%. ده لازم، ده انا لسه الكابتن خطيب بقول له ما ينفعش، ما انت النهارده عايز دولار. انت النهارده لما خدت الرعايه بتاعتك السنه اللي فاتت بتاعت المره اللي فاتت كانت الدولار ب 18 جنيه، النهارده الدولار ب 51 جنيه. يعني اذا انت قيمتك مش هي كده. انت النهارده وصلت كاس عالم يا كابتن انت قيمتك هتسعر على قيمتك التسويقيه الدولار. النهارده انت قيمتك التسويقيه اكبر بكتير. انت 18 جنيه الدولار، وانت مواردك انت النهارده عايز تصرف بالدولار. لازم تجيب بالدولار. وبالتالي ده لازم يعني. لكن انا بناشد حاجتين، اتمنى ان الدوله تبص للنادي الاهلي، ومش النادي الاهلي بس، الانديه اللي بتشارك في افريقيا، انها توفر لها الدولار. انا اروح ادفع مصري يديني دولار. مش اروح البنك يقول لي لا ما اقدرش ادبر لك، هات لي موافقه محافظ البنك المركزي. طب اعمل ايه؟ انا عندي عقود. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ان انا لازم افكر والناس تفكر مع يعني. النهارده عندك شركه كوره، النهارده الكابتن خطيب اداها تفويض انها تسوق كل ما هو جاي للكوره. بس عندك ناس شاطرين في شركتك قوي، يعني فتحي، احمد شمس، وائل، احمد حسام، حسام عوض. نعم.
لازم يجيبوا لنا فلوس بالدولار. ومع ذلك انت الحمد لله ملتزم تماما يعني. مفيش كابتن انا ايام الكورونا مفيش مخلوق خد ما خدش فلوسه سواء اجنبي ايام ما بايلر لو بتزعل تفكر. لما احيانا بيتهموكوا بالبخل جدا لان احنا مش بخلة. وكابتن خطيب لعلمك كابتن خطيب مفيش حاجه بتطلب منه من الجهاز اللي لما بيعملها بالعكس. نعم من بالعكس. الاجهزه بقى مش من الجهاز. بالعكس. لا 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 مش بخيل خالص. انت النهارده يعني لا يعني لا يبقى يعني انا في غبن علينا ان احنا بنتابع. انا مفيش مدير فني بيطلب لعيب الا لما بنجيبه له. لكن في كاس انت عندك سقف ما تقوليش اجيب لعيب ب 5 6 مليون دولار. بس الناس هتقول لك في كاس العالم. عشان كده بقول لا كاس العالم اكيد اكيد الناس بتفكر بتفكير مختلف. نعم. ممكن تبقى اسعار ثانيه لانك انت متخيل انك انت هيجي لك مبلغ مش بطال من لكن في نفس الوقت لو ما جالكش المبلغ اللي مش بطال انت عندك فلوس مصري تقدر تصرف تجيب دولار. فلازم الدوله تساعدك. يعني انا مش عايز حاجه من الدوله غير انها تساعدك تدبر لك عمرك. ده بياكد انه فكره التدعيم موجوده وبقوه عشان كاس العالم. يعني اكيد في تدعيم. انت النهارده هو في فريق ما بيدعمش في فريق في العالم ما بيدعمش فرقته. اكيد في تدعيم لكن في الاخر التدعيم مين اللي بيقول عايز ده ومش عايز ده؟ المدرب. المدرب والمدرب واللجنه الكوره او السكاوت. انت عندك وانت النهارده النادي الاهلي عمل لجنه سكاوتنج ليه او عشان ترشح عشان ترشح. يبقى اذا يعني مش معقول ما حدش بيفكر في كده.